سلام، باختصار أعطينا الصدمة الإنجليزية والفرحة الكرواتية. مساء الخير أبو كرم. يعني بالفعل كانت صدمة كبيرة جدا، حتى هاري كين هداف المونديال واحد أبرز اللاعبين الذي رشح طبعا في هذه المسابقة قال نحن أصبنا بالصدمة. نعم. نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة جدا، كنا نتوقع نصل لمباراة النهائية. كرواتيا البلد الصغير الذي يملك حلما كبيرا تأهل المباراة الختامية. طبعا نتحدث بالجانب الثاني المنتخب الفرنسي، التقيت هنا بعدد من المشجعين الفرنسيين الذين كانوا طبعا ينتظرون الفائز الذي سيلاقونه يوم الأحد هنا في موسكو. قالوا لا يهمنا من سيأتي، نحن المرشح فوق العادة. صحيح. أبو كرم، نحن أمام نهائي ما بين طبعا زلاتكو وديشام، والكلام والتوقعات ما زال الكثيرون. نعم. بل الأغلب يرشح الديوك الفرنسية للتتويج بلقب روسيا 2018. كأني شايف حواليك الأمور هادية، ما في شغب إنجليزي؟ أنا بإنجلترا أبو كرم لا يوجد أي شيء. طبعا المشجعين الذين تواجدوا هم مشجعين قلة، لا يتجاوز عددهم إلى 5000 مشجع. هم متواجدون فقط في الملعب، وهذا ما تحدثنا عنه ليلة أمس. طبعا قلة عدد مشجعي الإنجليز هم يتواجدون فقط في الملعب، عكس المشجعي المنتخبات الأخرى خصوصا اللاتينية التي كانت طبعا تحضر بأكثر من 50,000 مشجع. نعم، شكرا لك سلام المناصير.